السلام عليكم. عليكم السلام. لاله مجده صافا؟ كل شيء بخير. نورتيني. شرف ليا لي اليوم معاك ندير السنطه. اييه الا بغيتي عندي واحد الطوموبيل الا ما درتيش السنطه ما غاديش تسكت هاد النهار جوات. وفين غادي تديني دابا؟ يلا واخا نقولوا للمشاهدين ان معايا مساريه انا ومحمد عادلي سبيسيالمون على بزاف تبي. مشينا؟ يلا غادي نساريك في عين دياب. يلا بما انك انت كازاوي انا غنساريك في كازا. مرحبا مرحبا. نورمالمون كان خصني نعرض عليك لمدينتي ولكن بما انني عندك في مدينتك فغنساريك في كازا. فين مدينتك؟ انا مدينتي فاس. يا سلام. يلا كي كنت فاس ياك؟ يلا فين ياك؟ ما في الموسيقى الروحيه. ايه في المهرجان الموسيقى الروحيه. يلا كي جينا كان هو البارح. كي دازت الاجواء؟ مزيان؟ الاجواء زوينه بزاف ولكن الفاسيين تهلاو فيا ولكن اش غنقول لك راه الشخيط من السما. جيتي مع داك الطوفان وداك الشيء. وي ما دارش لنا العتقه تمايا. ايوا مع السين ديال الفيستيفال كلهم كيكونوا في الهواء الطلق. وي هذه شويه كتكون صعيبه. ايوا داز داك الشيء مزيان الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. مدينه جميله بزاف. ايوا سي محمد قول لي انت كازاوي رباطي الاصل. الاصل انا الوالد من الشمال. والوالده حريزيه. الله عطاو الخليط ما بين عطاو هذا الخليط هذا عطاو محمد عدلي. فوالا خليط هذا خليط هو. وعلى ذكر الاسره يعني هذا الفن والصوت الجميل من عند من خديتيه؟ من عند الام ولا الاب؟ واش غنقول لك هو الوالد ولا الوالده ما عندهمش علاقه بما تيغني واش ما عندهمش علاقه بالمجال الفني ولكن كبرت في بيت فعلا فيه الـ 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 يعني الوالدين ديالي كيتذوقوا الطراب والموسيقى العربيه الكلاسيكيه. لقيت يعني الوالد مثلا كيسمع لمحمد عبد الوهاب والام كلثوم والعبد الحليم فكبرت على هذه الانغام وعلى هذه الالحان وهذه الموسيقى العربيه الاصيله. فوالا ومن بعد يعني فوقاش اكتشفتي عندك صوت جميل؟ واش غنقول لك انا من صغري كنسمع الناس كيقولوا الله تبارك الله وليت صويته زوين وانا صغير انا صغير جدا في السن وكنسمع الناس انا ما فهمش ديك صوته زوين انا كنغني انا غادي نجني واتي غادي كنغني جاي كنغني طالع كنغني نازل كنغني كل شيء والناس كيقولوا تبارك الله. وبديت كنكتشف راسي يعني بديت كنكبر وبديت كنضج وهذا درت الكونسيرفاتوار وقريت الموشحات قريت المقامات العربيه فوالا. وجات مرحله بعد الكونسيرفاتوار اللي هي كونت فرقه موسيقيه وبدينا كنغنيو في المهرجانات الصغار. الشكل ديال هذه الفرقه كانت اين نوعيا؟ كان نوع بعيد كل بعد عن الطرب. كان داك الشيء ديال الفيزيون. لا لا ماشي شعبي الفيزيون. يعني كنا كنمزجوا الاغاني ديال الراي وقناوه وفيزيون فيزيون. وهاد الفرقه هذه كونتها في 2001 وتفرتكنا في 2003 عامين. ولكن هاد القضيه خصك تعرفي بانه راه فرق كبار ما كيستمروش انا صعيب جدا وكتلقاهم سنوات وهما مجموعين واحد الوقت كيحبسوا صافي تيحبسوا صعيب تجمع عقليات وافكار مختلفه تماما. وفعلا ومن بعد انضميت للفرقه المغربيه الموسيقى العربيه وبديت كنشتغل في الكورال وكنوجه تحيه للمايسترو صلاح الشرقاوي لانه كان كيعطيني بروغرام ديال الفنانين كبار ديال وديع الصافي ديال صباح فخري ديال كاظم الساهر ديال هاني شاكر يعني كل الفنانين اللي كانوا كيجيو للمغرب وكيديروا حفلات هناك انا اللي كنغني لهم البروغرام ديالهم. فهاد الناس بداو كيقولوا لي يعني كيفاش يعني صوتك مغمور كيفاش ما معروفش وانت بهاد كتأدي بهاد الاحترافيه صوتك يعني محترف علاش فقالوا علاش فين ما معروفش علاش الكره. وكان حتى المايسترو ما كانش كيشوف فيا كيقول لي شوف انت راه معايا في الفرقه كنمرن بك الفرقه. قال لي فعلا والله يعني كنوجه له تحيه قال لي انت راه ماشي ديال الكره صوتك ماشي ديال الكره. وكنوجه له تحيه لانه كنت شويه مفشش انا في الفرقه. يعني كنتي كتحس براسك متميز وكانت مدرسه بالنسبه ليا تما فهمت اصول الحرفه الغناء لانه كنت كنتمرن مع اكثر من 40 عازف. يعني ولات الاذن ديالك موسيقيه فعل. كتعرف بالضبط الالات تماما الحمد لله. ومن بعد المرحله ديال الكورال بعد المرحله ديال الكورال اشتغلت في واحد الشركه اللي هي بعيده كل بعد على يعني على الفن وعلى الموسيقى واحد الشركه اللي هي ديستريبيتور ديال واحد الشركه ديال الاتصال هنا في المغرب.
كان البوست ديالي اتاشي ا دي في في لادمينستراسيون دي فونت، وكنت يعني عقلي كنحس براسي انا ماشي ديال ديك الخدمه. وعلاش مشيتي خدمتي في واحد الدومين اللي انت ما كتبغيش؟ داك الفكره ديال المغاربه ديال خصنا مهنه. انت كتعرفي الوالدين، الوالدين كانوا واخا زعما الفن خاص ديما كيمشيو لا الفن ما فيهش، ما كاينش الامان، ما فيهش الفلوس، شوف الناس اللي سبقوا، شوف هادي، والفن كيحتاج لواحد. شكون اللي كان اكثر يعني معاك في الفن؟ اللي كان معايا اكثر يمكن الاب. الاب كان في الاول كان ضدي، قلت له الكونسيرفاتور، قال لي سير تقرا. شنو هاد الكونسيرفاتوار هذا؟ باش تخرج يا شيخ. يعني الوالدين واخا عزيز عليه الفن وهذا، ولكن لا خصو يشوف ولده ديما هذيك الفكره ديال خصو يشوفك مهندس ولا طبيب ولا لابس كخافات ومن بعد فواحد الوقت صافي شافوا راسي قاصح، صافي قالوا لك نهرسوا مع الراس صافي. وبقيت واخا كنشتغل بقيت الفن بقى في الدم ديالي فوالا. وجات المرحله ديال دو فويس. هذيك مرحله ربما كانت حاسمه في لاكارير فعلا. تما انا نفسي كنت في واحد الموقف اللي كنقول واش واش نمشي لهذا البرنامج اولا نبقى كوميم يعني شركه. شكون اللي اتصل بك؟ اتصلوا بيا الناس ديال دو فويس، وكان استاذ صالح الشرقاوي هو اللي عطاهم النمره ديالي، ومشيت قلت غادي نديرها في يد الله وغادي نمشي. وما كنتيش خايف من برامج الواقع خصوصا حنا كنشوفو؟ لا كان عندي واحد الخوف كبير، كان عندي خوف كبير لانه انت كتعرفي انا مشيت ومن بعد انت كيفاش تقدر نخسر الوظيفه ديالي. تماما. ولكن انا شويه في هذيك روح المغامره خديتي خديت القرار. المهم انا اللي مسؤول على القرار ديالي، حتى شي واحد ما فرض عليا شي حاجه. واخا تعودنا على الكواليس ديال البرنامج. البرنامج كانت تجربه زوينه بزاف وتجربه صعبه بزاف، والحمد لله يعني المغاربه كانوا متالقين سيغتو الموسم الاول اللي كنت انا فيه، يمكن كنت محظوظ لانه كانوا معايا المغاربه يعني بزاف. رائع. موسم رائع بكل المقاييس، وكانوا المغاربه مسيطرين. وكان كل واحد سبحان الله العظيم عنده شكله، عنده شكل غنائي ديالو، عنده ستيل ديالو، وكنبانوا ما كاينش شبه بيناتنا. تماما. الحمد لله. كنت انت وفريد غنام ومراد بوريقي، وكانت لمياء الزايدي. لمياء الزايدي بطبيعه الحال. فكانوا المغاربه فعلا متالقين بواحد الشكل كبير، والحمد لله من تما بدات. من بعد دو فويس فاش رجعتي؟ ذاك كما كنقولوا ذاك البالونه الكبيره اللي كتنفخ وذاك النجوميه فعلا كيسلطوا لك الاضواء، وواحد شويه كتلقى راسك في الظلام. كتطفى وكتلقى راسك بوحدك وكتلقى راسك يعني الناس كيتسناو منك شي حاجه. ما تنسيش بانه الناس كيف شافوك في دو فويس خصهم يعاودوا يشوفوك بنفس الصوره وبنفس الحجم وانت متخرج من برنامج اللي انتاج ضخم. يعني والعالم العربي كيشوفك. العالم يعني العربي كيشوف قناه عربيه تماما يعني. فخصك تبقى بنفس ما يمكنش لك تهبط. ما غاديش يمكن تهبط. والناس مطالب بجديد، والجديد كيفاش خصو يكون، وكترجع لبلادك اصلا اللي فيها منافسه قويه وفيها ناس اللي هما سابقينك بسنين لا وفيها مشكل ومشكل ديال الانتاج وديال التسويق. ماشي غير نديرو بوز ونهضرو على المشاكل والاستراتيجيه ديالك من بعد دو فويس. بغيت اغنيه تديها للناس اللي راحوا الحبايب بقى لهم عام والتاني، راحوا الحبايب ناويين على البادي ولا راجعين من تاني. يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديك يا حلوة ومحسوبك عطشان. يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديك يا حلوة ومحسوبك عطشان. وسعيدة يا حلوة سعيدة ياللي بلادك بعيدة، أؤمري وأنا جيلك ماشي من مصر الجديدة. واديني أكتر أكتر، المية في ايديك سكر. واديني اديني أكتر، المية في ايديك سكر. وعلى كوبري العباس انا ماشيه وماشيه ناس، ماشيه تبص عليك يا فراوله وانا ناس. على كوبري عباس انا ماشيه وماشيه ناس،
ماشيه تبص عليكي يا فروته وانا ناس واديني اديني اكتر الميه في ايديك سكر واديني اديني اكتر. ايوه تبارك الله ما شاء الله الله يبارك فيك. صوتك اروع من مع الموسيقى. ياك كنت كنتمنى لو ان الناس كلهم يقدروا يجلسوا معايا في الطوموبيل ويستمتعوا بصوتك هكا. الفنان تيكون المغني تيكون متوسع اكثر كيكون مرتاح اكثر بلا موسيقى. الموسيقى كتكون يعني حساسه يعني طبعا مع الايقاع ومع لكن عاوتاني عندها جو اخر عاوتاني الموسيقى. شنو علاقتك بالالات الموسيقيه؟ الالات الموسيقيه في الوقت اللي كان عندي الفرقه الموسيقيه كنت عازف ماهر جدا على الجيتار. دابا كنت دابا بديت كنوضرو شويه عقل على لي زاكور ولكن ما بقيتش كنقدر نصولي ما بقيتش كنقدر العود العود تعرفي بانه اول اله شراتها لي الوالده هي العود. وين الوالده كتشجع قلتي قبيله؟ وهذه راه لي خاطري وهذه راه لي خاطري يومين ما خليتهم شي ناس والو بغيت العود في الاخر مشاو لي العود حطيته في الدار ما نضربش به ما نتا شي حاجه ما تعلمت عليه بزاف سيرتو انا اللي عندهم انا اللي عندهم انا الوحيد يعني وعليها ما خلاوكش تمشي للفن خافوا انك تمشي فعلا فعلا وسيرتو في صغري كنت متهور شويه قالوا هذا غادي اش كيقول هذا الفن غادي يضيع حياته ف فوالا. اذا الالات الموسيقيه الجيتار هي الجيتار هي اللي هي اللي ولكن الا سولتك واحد السؤال سمح لي صوتك كتشبهوا لاين اله موسيقيه؟ يا سلام صوتي آلة موسيقية نقدر نقول لك بأنه ماشي آلة واحدة لأن صوتي متناقض شوية فعلا صوتي كتقدر تلقى فيه مساحات كبيرة وبعض المرات كنغني بواحد القوة فين كنحس بأن الجملة خاصها تغنى بقوة ماشي بإحساس وبعض المرات كتلقيني كنغني بإحساس وبواحد الرقة الرقة وبواحد فصوتي نقدر نقول لك جوج آلات متناقضين الناي والجيتار الناي والجيتار الكتريك. تمام إذا الناي والجيتار الكتريك واعر هذا الجواب هذا واعر لا سيرتو الناي شكل ولا جيتار الكتريك وي وانا من الناس اللي كنحماق على هذه الالات هذو. نهضروا على واحد الاغنيه كانت حاله وهي حاله خاصه بغيت تهضر لي على هذا السينجل هذا حاله خاصه هو اخر اعمالي هو اخر اعمالي هو خامس سينجل حاله خاصه جات في وقت كنظن مناسب انه يعني في وقت اللي الاغنيه المغربيه بدات كتاخذ واحد المنحه وبدا ولا كلشي ولا ولات نمطيه ولا كلشي كيتشابه مغني كيدير اغنيه كتنجح كيديرها واحد اخر وكيتبعو واحد اخر وكتبعو واحد اخرى دونك شفت بانه هذا غلط فكل فنان خصو يقدم رؤيه ديالو في الفن خصو يقدم رؤيه ديالو في الاغنيه المغربيه دونك حنا وظيفتنا كفنانه خصك تقدم شي حاجه زوينه خصك تبحث خصك تقلب طور فجات حاله خاصه اللي ما كنتش غنطرحها اصلا كانت محطوطه من ضمن الاغاني ديال الالبوم وقلت فوالا هذا هو الوقت هذا هو الوقت باش يبان الاختلاف وباش تخرج وفعلا كانت صدى قوي وصدى طيب من طرف الناس ولا من طرف الاعلاميين والصحفيين وحتى انه يعني اذاعات سبحان الله يعني هذا اول سينجل غيتصلوا بيا اذاعات في مصر يعني المعروفين في مصر بغاو يدوزوها بغاو تنازل او تصريح مني باش يبداو يدوزوها دونك الحمد لله. هي بصح كانت حاله خاصه؟ فعلا حاله خاصه بمعنى عاطفيا واش كنتي كتعيش واحد الحاله حب باش كتبتيها؟ لانه نقول لك واحد القضيه الاغنيه ديال حاله خاصه حتى في كلماتها كتحس ما يمكنش واحد يكون يكتب او يلحن هذه الاغنيه وما عايش هذه الحاله هذه. تماما يعني كانت صدق يعني كبير فيها صدق كبير فانه يعني كتحس اي واحد كيسمع الاغنيه كياخذ انطباع ديال ان هذا السيد هذا عايش اقصى درجات السعاده والحب وديك الفتره فعلا اللي كتبت فيها الاغنيه كنت كنعيش هذه اللحظه هذه وهذه الحاله هذه اقصى درجات الحب فمنين كتبتها ولا حتى ما خدتش مني الوقت بزاف نقدر نقول لك في نهار كتبات وتلحنات في نهار فما كانت حاله ابداع يعني خرجت هكاك وفعلا واش الحب كيصدق معجزاته انا غنقلب على كنتمنى نطيح في الاغنيه هذه ليالي هذه ليالي هذا اول سينجل ما يقوليش شكون ثاني سينجل وي Thank you.
تنفح حبيبي وانت معايا نجمة تنور سمايا واحساس يغمرني وياخدني بعيد والدنيا تضحك لينا والفرح يطل علينا ونعيش انا وانت كل يوم عيد. ايوه صعبة في الغناء؟ صعبة الجمل متداخلة. عيني انا شايفك والبسمة في شفايفك ذوبني يا احلى. سي محمد عدلي غنحصلك دابا. ايوه حصلتي لي فشحال من حاجة. ياك قل لي واش انت من الرجال يعني اللي اكزيجون في الاختيار ديال المرأة؟ انت ماشي مرتبط ما مزوج. انا مزوج بالو. شنو هي مواصفات فتاة احلامك؟ والله نقول لك واحد القضيه لاله مجده والله ما كنشوفها بالطريقه. انا من الناس اللي في كل شيء يعني في مجالات كلها ديال الحياه عموما كنفكر بقلبي اكثر كيسبقني ديما قلبي يعني كنخدم قلبي اكثر من تخطيط. ما عنديش تخطيط هكا ما تنحسبهاش والله القسم بالله دائما تابع الاحساس ديالي والاحساس ديالي ما كيخيبش. فكيفاش القلب راه اعمى؟ القلب اعمى خليه اعمى من الاحسن لانه الانسان قد ما لا هو كاين ماشي مسائل الانسان خصو يخدم عقله فيها خصو تحسبها فيها شيء طبيعي والا الانسان غادي فهمتي غادي يكون بالنسبه لي غلط كبير انه يعني كاين مجالات الواحد خصو يخدم العقل فيها وكاين شي اشياء اللي خصو تخدم العقل والقلب فيها والحب خلي القلب وحده. اذا ما عندكش مواصفات خلي القلب خليها هكاك والله انا بالنسبه لي تقدر تزوجها عاد لي مثلا بشي فتاه تقترح الام ديالك بالطريقه التقليديه؟ لا تقدر تقترح الام ديالي غتجي وتقول لي السلام عليكم وعليكم السلام جوج بنت فلانه مثلا؟ لا نبغي انا اللي انا حياتي كلها دائما المسؤوليه كناخذها انا لا في قراراتي ولا فما غنجيش في واحد المشروع اللي هو مشروع حياه تماما. وغدا حتى لو كانوا والديا وحتى لو كانوا عزازين عليا ما غاديش نخليهم يقرروا فعلا في بلاصتي. سيرتو الحب يعني واحد يعني شريكه الحياه خلي قلبك هو اللي اختارها خليها تجي هكاك. هذا الرومانسيه بغيتك تجسدها لي في اغنيه صفتها للزوجه المستقبليه ديالك. طلب عجيب. يا سلام على طلباتك يا مجده. مازال ما ساليتش السي محمد. مازال دابا دوز هذه وندوز لك واحد اخر. يلا انا معاك. قولي ادينا فيها يلا. لا تعاتبيني وتسالي شو بك عمدي باب البيت ومسكر قبالي رح جن انطر على شباك وحياتك ومن الشباك لارمي لك حالي ومن الشباك لارمي لك حالي يا عيني من كتر خوفي عليك ما بنام. برافو عدلي برافو. لا لا يخطيك تبارك الله عليك تبارك الله على هذا الصوت وهذا الاحساس. شويه البركه وصافي قبلي علينا وصافي. لا تبارك الله عليك. صعيب تغني وانت غادي ياك في الطوموبيل ما كتحكمش في الجاكور ديال الصوت ما كتحكمش في التنفس ديالك ما شوفي صبر معنا وصافي هذه المساري. لا بالعكس وحنا دايزون ما كندرتش والله الا انا فرحان وجيت سعيد لاني انا معك دابا وكنحس براسي يعني مثلا يعني ماشي برنامج فعلا المساريه وتضحك وتتغني وفهمتي داك الشيء من القلب للقلب اكيد فوالا ايوا الصدق زوين على ذكر جبتي واحد النقطه مهمه بزاف الصدق. نقدروا نشوفوك شي نهار كتمثل ماشي كتمثل على الناس لا كتمثل في السينما زعما وي انا متفق معك هو كاين واحد الدور دور ديال البطوله واحد واحد المسلسل والله القسم بالله في الدراما انا ما في خباري جات والله العظيم بالله اقترحوني في واحد المسلسل دراما
مغربية مسلسل يعني مسلسل وعمل اللي فيه نجوم كبار في التمثيل ومنين يعني عيطوا لي ودوزت الكاستينغ وداك الشيء جبتهم وهما اقترحوني قالوا لي لأنه أنت الدور اللي بغيناك فيه هو هو شخصيتك أصلا هي فنان يعني يعني لا ماشي فنان ولكن يعني هما شافوا بأنه هذاك الكاركتير أو هذيك الحالة ديال هذيك الشخصية هي ديالي أنا فعلا فمنين مشيت ومثلت وعجبتهم ولا قال لي المنتج برافو عليك أنك سلكتي راسك عرفتي كيفاش كيفاش الوقفة أمام الكاميرا كممثل الوقفة أمام الكاميرا ما جاتنيش صعيبة لأنه أنا يعني معتاد على الكاميرا ولكن اللي جاني صعيب شنو هو؟ اللي جاني صعيب هو الإعادات والله القسم عرفتي حتى جاتني صعيبة بزاف كيفاش كتفيق بكري وعاود وديرو وماشي حتى أنت يعني بعض المرات كتكون شي مسائل اللي بسيطة اللي تخرج على إطار التكنيك التكنيك هي اللي كتوقف وكتبقى تعاود وعاود وعاود فحسيت فعلا الممثلين كيتعذبوا مسافر ومشهد فيه دقيقة أنت كتبقى تخدم فيه نهار كله وي نهار كله ممكن نهار كامل تماما اذا قريبا ان شاء الله غادي نشوفوك في قريبا وتنتمنى نعجبكم في التمثيل لانه اي تجربه جديده عليا كتكون خايف منها بزاف كنكون خايف منها بزاف فان شاء الله غادي تشوفوني ممثل يا ناجح يا فاشل نتوما ونشوفكم سي محمد دائما انا كنقول القاعده ديالي في الحياه اللي عنده احساس فعلا غيكون احساس لانه الاحساس كيخرج في التمثيل كيخرج في الـ في الـ في يعني في المجالات الفنيه كلها يعني حنا كنهضروا على الصدق والاحساس فهو كيوصل سواء في التمثيل سواء في الرسم سواء في الغناء سواء في العزف هذاك اللي متملق ولا كيدير الفن غير وسيله باش هذاك ما كيخرجش شي واخا يعطيو ادوار بطوله لسنوات ما عمرو كيدخل وكيبقى وحتى الناس واخا كي يعني كيتشاف بزاف عبر وسائل الاعلام واخا كي فتوى كيتستهلك والناس كيملوه دغيا كيملوه دغيا كيتحرق كيف كنقولوا فعلا محمد عندي واحد السؤال لا علاقه له بالفن هو فن في الحقيقه حتى هو مهم ولكن فن الطبخ يا سلام ما نعاودش ليك انا طباخ ماهر شوف هاد ماهر ماهر جدا وباهر انا ماهر وباهر لدرجه ملي كنطيب انا شي حاجه ما كياكل يعني كنبدع انا مبدع الحاجه الوحيده اللي كنعرف نطيبها هي هي هي, هي البيض وبعض المرات كنحرقوها جربي طيب لا لا شو انا عرفتي شنو كنت عواله زعما دابا هذه الوحده هذه الجوج قلت انا دابا مزيان غطيب لنا الغدا ساعه غنطيب لك القلب كتحرقوا داك الشيء اللي بان لا 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 شوف نعرض عليك احسن مطعم وخليها بيناتنا طبخ غضربي عليه لا نقول لك علاش لانه انا الوحيد اللي عند والديه والوالده كانت مفشاني فهمتيني مسكينه هذه الشهيوات و ما يعني بيني وبينك ما عمرني ما فكرتيش ما فكرتش وحتى دابا كنعيش بوحدي ولكن ما تنطيبش حتى الوقت ما كاينش باش غادي واش وحيه الفنان صعيبه فعلا. صعيبه قولي ما تعلمتيش في واحد الوقت راه ما صافي غير بلا ما تحاول دابا غير تمنى مراتك تكون كطيب مزيان وصافي يا ريت حقك بلا سولتيني على الشروط انا الشرط الوحيد انت تفكرتي قبيله ما بقاش القلب ودابا رجعت المعده القلب فعلا القلب ولكن القلب راه حدا المعده لا والله ما نكذب عليك لا شوف انا نقول لك الحاجه الوحيده هي ما خصها تكون تطيح قد ضحكي لا والله الطبخ هذه الحاجه الوحيده اللي المراه خصها اللي لا اتنازل عنها لا والله ما نكذب عليك الا كيتزاد الحب ديالك والمحبه ديالك للمراه اللي كتكون كطيب مزيان لانك كتحس بها فنانه والله وانا قبيله فرحت وقلت الله نوع الرجال في المغرب ما كيفكروش غير في كرشو لا انا نشوف انا الحاجه الوحيده اللي لا والله انا مثلا ما كناكلش بزاف والله ما كناكل بزاف صافي جبت هو... بس تفرشتي انت محمد صافي قولي دابا داكشي كله ضربنا في السيرو كاع يسمن وانا قلت عليك حساس ورومانسي لا ولكن دابا انت قلتي هذا الشيء الفن طبخ والفن طبخ اكيد متفقه معك لا حتى الطبخ راه فن راقي زعما نصبروا عليه لا ما كاين باس نصبروا عليه لا انا نهضر على واحد الفن واحد اخر يلا فن كرة القدم كي دايره علاقتك به انا جاي في سؤال واحد اخر عندك السؤال يحسب كاكا ساهل لا ما سهلش شي ما سهلش كرة القدم انا من الناس اللي عزيز عليا نتفرج في مباريات ديال تشامبيونز ليغ عزيز عليا نتفرج في البارسا الرجاء والوداد انا بارساوي شوف
كازاوا ما عرفتش علاش ما كتبغيوش تجاوبوني. واش انت رجاوي ولا وداديه؟ خصك تقول، خصك برشاوي. نقول لك نقول لك شي راجا والوداد مالهم؟ انا معاهم قلبا وقالبا بجوج. ولكن شكون فيهم اللي انت كتشجعو فاش كيكونوا لاعبين؟ شكون اللي كتقول يا ربي تربح؟ يا ربي يربح برشا البارسا. انا مع ميسي. انا نقول لك علاش. قول. بيني وبينك مؤخرا ما بقاو ما من شويه المستوى هذا ما بقيتش مركز بزاف، ما بقيتش متبع. عندي انتماء او كان عندي انتماء، دابا اللي كيلعب مزيان انا معاه والله. شوف الدبلوماسيه انا معوداها عليا زعما ما غاديش نركز حيت عارف ما غنوصلش معاك النتيجه. ما كاين دبلوماسيه وحق الله العظيم ما كاينش دبلوماسيه. يعني كنت لابس غير الاحمر والاخضر غادي تقولي راه دابا المشكله ما لابس حتى لون عنده علاقه لا بالراجا لا بالوداد. لابس الازرق والبلونكاس. سي محمد مع الاسف المساريه ديالنا تسالات ما سخيتش، وبغيت بعدا قبل ما نتفارق معاك نسولك على المشاريع ديالك. عندك شي مشاريع جديده ان شاء الله؟ المشاريع جديده بالنسبه لليدات او المهرجانات عندي ان شاء الله. يلاه كي كملنا مهرجان فاس دابا عندي موازين ان شاء الله نهار السبت غنكونوا معاك ان شاء الله. بطبيعه الحال، وشرفني انكم تكونوا معايا. ليكيب تبارك الله كيبانوا لي كلهم. كنسلموا على ليكيب كلها. كنسلموا عليهم كاملين. الناس اللي ما مسوقيشنا كيهضروا دابا ما عرفتي راه ما مسوقيناش خلينا. ما إلا فقلت لك كاين موازين، كاين جوج ديال الحفلات برا، كاين جوج ديال المهرجانات باقي ما تكونفيرماوش. شنو كاين شي البوم جديد؟ الالبوم المشروع ديال الالبوم ديما كاين، ديما حاضر لانه دابا كنتسناو غير الوقت المناسب وكنشوفوا واش فعلا الالبوم خدام دابا ولا ما خدامش، لانه ممكن اغنيه واحده دير الدور ديال الضجه اكثر من الالبوم وطرح الالبوم وما ياخذش حقه وتبذل فيه مجهود كبير. وسيرتو حنا محتاجين لشركه التسويق ماشي الانتاج، التسويق. الفنان دابا الحمد لله بزاف ديال الفنانه ولات عندهم قدره انهم يجوا راسهم، خصنا التسويق. وعندي بروجي كيف قلت لك ديال التمثيل، كاين بزاف ديال لي بروجي. الفنان طول ما هو عايش وهو كيفكر اشنو غادي يدير وشنو ما غايديرش، ولا مثلا هذا المشروع هذا مازال معطل. كتشوف يعني انت خدام 24 ساعه، بعض المرات كتكون ناعس وكتفكر. فمجموعة ديال المشاريع اللي هي الحمد لله حنا خدامين فيها. كاين شي مسائل ما بغيتش نهضر عليها لان مازال ما تكونفيرماتش، ومن طبيعي ما كنبغيش نقول شي حاجه اللي باقا ما كايناش. فوالا بالتوفيق سي محمد وشرفتينا، نتمنى تكون الحلقه عجبتك. عجبتني بزاف لانه فعلا كتحس براسك على طبيعتك وتدوي وتضحك وتتغني. هذا هو الغرض ديالنا، نوصلوا للناس تماما. محمد عدلي ولا كاع الستار اللي دازوا معنا على طبيعتهم. حتى الناس كيبغيو يشوفوا الفنان ديالهم، كيبغيو يشوفوه قريب ليهم، كيبغيو. والفنان راه هو راه انسان بسيط، راه انسان قريب للناس، وراه انسان واحد، راه هو نهر من الناس، وراه من هذا الشعب الطيب. شي تحيه للجمهور ديالك على طريقتك. خلوني فهبالي وجنوني، انا عقلي وظنوني معلي نهواه، ذاك اللي معذبني وفي حبه مغلبني، جرحني متعبني الكافر بالله. تحيه خالصه من القلب لكل الناس اللي كيتبعونا واللي كيتبعوا برنامج مساريه مع فنان. تحيه كبيره لكم، وكنشكرك بزاف لاله مجده على هذا البرنامج الرائع. وكنشكروا بزاف تي في اللي كتجيب لنا افكار جديده اللي حنا كنا محتاجين ليها باش نتواصلوا مع الجمهور المغربي. كنشكر هذا الطاقم الزوين دابا اللي كيدير سيلفي وكيتصور. تحيه لسعيد، سعيد، محسن، يونس، أشرف ويونس. بطبيعة الحال كان تحية ليونس المناجر ديال سي محمد عدلي اللي ساعدنا بزاف في الكونتاكت معاك. طبعا وشكرا لك دايما على بزاف حصريا اغاني ديالك ان شاء الله. كل الاعمال ديالي ان شاء الله حصريا، وطبعا كل اغنيه كنصيفطها للاذاعات الراديو بزاف وكنصيفطها لكم. والكليب ديالي اول ما بدا كيتداع، الاغنيه تخلوني لغني دابا بدات كتداع على بزاف تي في. كنشكركم على الدعم ديالكم للاغنيه المغربيه. هذا الواجب ديالنا، ولي الشرف انني كنت معك اليوم وجيت سعيد. ونقول لك تشاو تشاو. مع السلامه. تشرفت بك سي محمد. شرف لي طبعا.